عدد جديد من مجلة سبورت تايم على قناة ميديا ان تي في. أهلا بكم. أعلنت اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية عن اللائحة النهائية للوفد الرياضي الوطني المشارك في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024. اللجنة أكدت عبر موقعها الرسمي أن الوفد المغربي يصل عدده لـ60 رياضيا في 19 صنفا، وعلى أساس اللوائح المصادق عليها من طرف الجامعات الملكية، قامت اللجنة الوطنية بالتسجيل الرياضي للبعثة المذكورة لدى اللجنة المنظمة لأولمبياد باريس. وتجرى المنافسة في العاصمة الفرنسية خلال الفترة الممتدة ما بين 26 من يوليو الجاري لغاية 11 من غشت المقبل. للحديث أكثر عن المشاركة المغربية المرتقبة في أولمبياد باريس 2024، يسعدنا نستضيف زميل الصحفي حمزة الشتوي. حمزة، مرحبا بك، شكرا لقبولك دعوة قناة ميديا ان تي في. مرحبا بك زميلتي حليمة، مرحبا كذلك بكل مشاهدي شاشة ميديا ان تي في. أهلا حمزة، بداية كيف ترى المشاركة المغربية في الألعاب الأولمبية، خصوصا وأن هذه النسخة تضم أكبر وفد مغربي في تاريخ المشاركات المغربية؟ أكيد حليمة، ووفد مغربي كبير من بين أكثر الوفود التي شاركت في تاريخ المشاركات المغربية في الأولمبياد. كذلك اليوم المغرب ممثل في رياضات جديدة لم يشارك فيها من قبل، وكذلك اليوم لدينا آمال كبيرة معلقة على مجموعة من الأبطال والبطلات بعدما تألقوا في مسابقات قارية سابقة، وكذلك مسارهم الذي كان مميزا بالوصول وتحقيق هذا التأهل، لأن البطل الأولمبي مشاركته في دورة الألعاب الأولمبية تسبقها مجموعة من التصفيات والإقصائيات التي لا تكون سهلة أبدا. اليوم لدينا مجموعة من الأبطال، تقريبا اليوم 60 مشارك من الأبطال، بينهم 42 يعني بطلة و 18 و 19 بطلا اليوم، يعني الأسماء كبيرة، الأسماء موجودة. الرياضات كذلك مختلفة، اليوم رياضة البريك دانس لأول مرة ممثلة يعني فيها تمثيلية مغربية، نتحدث عن البطلة فاطمة الزهراء المموني وكذلك البطل بلال الملاخ، توجوا ببطولة إفريقيا. هذه الرياضة كذلك تضم فقط 20 مشاركا في البطولة ككل، فبذلك اليوم نتحدث عن بطل إفريقيا وبطلة إفريقيا كأبطال مغاربة مشاركين ضمن 20 مشارك، ممكن أن نطمع في ميدالية في هذه البطولة. كذلك اليوم تتويجات المغرب عبر التاريخ كانت في أم الألعاب ألعاب القوى، وكذلك في رياضة الملاكمة. اليوم في رياضة الملاكمة لدينا بطلات لديهم الإمكانيات الكبيرة، أي نعم تغيب الملاكمة بالنسبة للذكور في سابقة في تاريخ المشاركات المغربية، ولكن اليوم الرهان على القفاز الذهبي القفاز النسوي في الفن النبيل من أجل أن تكون هناك نتائج للرياضة المغربية والملاكمة المغربية في هذه الدورة الأولمبية في باريس. حمزة، تحدثت عن المشاركة يعني في صنف البريك دانس كذلك الفروسية، هل هذه المشاركات ستعطي يعني فرصة للمغرب من أجل حصد العديد من الميداليات، خصوصا أن المشاركات السابقة اقتصرت تتويجاتها فقط على الملاكمة وألعاب القوى؟ أكيد حليمة، بالنسبة لألعاب القوى والملاكمة هناك الرهان كبير، حتى في الماراثون لأول مرة المغرب يدخل بثلاث بطلات، نتحدث عن أبرزهم يعني فاطمة الزهراء الكردادي وكذلك رحمة الطاهري وبطلة أخرى لم يحضرني اسمها الحين. كذلك اليوم لدينا حتى في الجولف إناس القلالش البطلة المغربية اللي عندها إمكانيات، كذلك في الفروسية نورا سلاوي، فهذه الرياضات أكيد يراهن عليها المغرب بشكل كبير. كذلك رياضة كرة القدم، العودة للمشاركة منذ دورة 2012 هناك بلندن، المغرب يعود للمشاركة في كرة القدم الأولمبية. اليوم كذلك لدينا رياضات مختلفة، أبطال من كل الأنواع. اللجنة الأولمبية المغربية كذلك تقوم بمجهودات كبيرة من أجل تحضير هؤلاء الأبطال في أفضل الظروف، أعتقد على أنه الآمال كبيرة، فقط نتمنى دعم هؤلاء الأبطال، لأنه اليوم التحضيرات انتهت، الأسماء التي ستشارك تم يعني الكشف عنها، نتمنى فقط التحضير بقوة من أجل أن تكون المشاركة تاريخية إن شاء الله للرياضة المغربية في هذه الدورة. حمزة، تحدثت عن المنتخب المغربي الأولمبي المشارك هذه السنة والعودة إلى المنافسة الأولمبية، المغرب يتواجد في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات قوية، نتحدث عن الأرجنتين، أوكرانيا، العراق، في نظرك ما هي حدود المنتخب المغربي خصوصا في ظل يعني تعيين طارق السكتيوي كمدرب لهذه النخبة من أجل تجاوز دور المجموعات والوصول والدفاع عن حدود المغرب للوصول إلى أبعد نقطة ممكنة في هذه النسخة من الأولمبياد؟
أكيد حليمة، المشاركة ستكون صعبة، المجموعة صعبة من أصعب المجموعات. نتحدث عن المنتخب الأرجنتيني، لا يمكن أن تقدم مواهب الأرجنتين مواهب كبيرة، كذلك اليوم نتحدث عن المنتخب العراقي اللي عنده شجاعة كبيرة في جميع الفئات وكذلك حتى في جميع المسابقات، ومنتخب أوكرانيا الذي سيحظى بتعاطف خاص أكيد ونعلم الحرب الأوكرانية الروسية. فبذلك اليوم المنتخب المغربي مجموعة صعبة، لكن المغرب كذلك نتحدث عن أبطال إفريقيا، تعزيز المنتخب بثلاثة أسماء لديها إمكانيات كبيرة، سفيان رحيمي، أشرف حكيمي، منير المحمدي. وكذلك اليوم المنتخب الأولمبي يضم تقريبا عدد من اللاعبين الذين تواجدوا مع المنتخب الأول، نتحدث عن منتخب مغربي أولمبي هو بطل النسخة الأخيرة من كأس إفريقيا. كل هذه الأمور تصب في مصلحة المشاركة المغربية من أجل الذهاب بعيدا، وشخصيا لدينا كل الإمكانيات من أجل أن نطمع في ميدالية أولمبية إن شاء الله. حمزة، الثلاثي القادم من المنتخب الوطني الأول نتحدث عن سفيان رحيمي اللاعب المهاجم والنجم العين الإماراتي، والذي قدم كذلك مستويات طيبة رفقة المنتخب المغربي في حضوره الأخير سواء في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم وكذلك في الوديات، كذلك منير المحمدي الموقع حديثا في كشوفات نهضة بركان، والظهير الأيمن أشرف حكيمي نجم باريس سان جيرمان. حمزة، في نظرك لماذا تم اختيار هذا الثلاثي بالضبط من قبل طارق السكتيوي؟ كان ممكن حضور أسماء أخرى بغض النظر عن قبول أنديتها الحضور في المنافسة رفقة المنتخب الأولمبي، لكن في نظرك لماذا تم اختيار هذا الثلاثي وهذه الأسماء بالضبط؟ أنا أعتقد على أنه اختيار موفق إلى حد كبير كرأي شخصي. أعتقد ربما كان الطمع في إبراهيم دياز من أجل أن يكتسب يعني تجربة أكبر مع المنتخب المغربي ونستفيد منه، لكن موقف ريال مدريد كان واضحا من مشاركة لاعبيه في هذه الدورة. الثلاثي الذي شارك أعتبره إنصاف أولا لمنير المحمدي الذي يتمتع بإمكانيات كبيرة، عدد من التقنيين والمتخصصين يعتبرون أنه لا شيء ينقصه، لا فرق يعني بينه وبين ياسين بونو في الإمكانيات، حتى المباريات التي كان فيها رسميا أكد فيها تفوقه مع المنتخب الأول، تكريم لهذا الرجل الذي عاش في ظل ياسين بونو وظل حبيس دكة البدلاء لفترة طويلة. سفيان رحيمي تكريم كذلك لمجهود هذا اللاعب الكبير الذي تألق في القارة الآسيوية وأكد تفوقه مع المنتخب الأول. أما عن أشرف حكيمي فيكفي أن نقول على أنه أفضل ظهير في العالم أو من بين أفضل الأظهرة خلال الفترة الماضية. فبذلك اليوم هذا الثلاثي أعتقد مثلث بيرمودا كان موفق فيه بشكل كبير المدرب طارق السكيتيوي، رغم ربما بعض النقاط الاستفهام حول أسماء أخرى، ولكن اليوم المنتخب المغربي جاهز، الأسماء تعرفنا عليها، يجب دعم الأشبال الأطلس في هذه المشاركة الأولمبية إن شاء الله. حمزة، سنتطرق مجددا ومستقبلا لكل الرياضة على حدة من أجل الوقوف على المشاركين وكذلك حدود المغرب من التتويج. حمزة، للختام، يعني منافسات وأصناف كثيرة مشاركة وتمثل المغرب في أولمبياد باريس، في نظرك ما هي المنافسة وما هي الرياضة التي سنراهن عليها كمغاربة من أجل العودة بإحدى الميداليات، ولما لا ميدالية ذهبية في هذه النسخة من الأولمبياد؟ أكيد حليمة، هو الأبطال يحتاجون دائما إلى التحفيز وإلى الثقة، لأن الثقة تعطي الشيء الكثير. اليوم يمكنني أن أقول على أنه الثقة في جميع الرياضات، لأن البطل عندما يسمع من الجمهور أو من الصحفيين أو من المتابعين أنه يعني لا نثق في هذه الرياضة أو في تلك الرياضة، ربما يعني هذا سيؤثر سلبا على معنوياته. أقول أنه الثقة في جميع الرياضات، البطل ما دام أنه تأهل وشارك فهذا إنجاز أول، والإنجاز الثاني هو أن يأتي بميدالية أولمبية وهذا إنجاز عظيم. اليوم قد نصنف يعني الحظوظ أقول على أنها في أم الألعاب، ألعاب القوى وكذلك في رياضة الملاكمة، البريك دانس كذلك لدينا أمل، وكرة القدم لدينا أمل. أما الرياضات الأخرى كذلك اليوم حتى رياضة التايكواندو لدينا أمل فيها. فأعتقد اليوم مجموعة من الرياضات اللي عندنا فيها أمل إن شاء الله من أجل تحقيق نتائج إيجابية، حتى في الجولف أو في الفروسية أو باقي الرياضات إن شاء الله المغرب يؤكد علو كعبه، والمغرب يعني بلد المواهب في جميع الرياضات سواء الفردية والجماعية على مر التاريخ. شكرا لك حمزة على حضورك معنا في عدد اليوم من سبورت تايم. شكرا لكم كذلك مشاهدينا على حسن المتابعة، نلقاكم في عدد جديد من مجلة سبورت تايم دائما على قناة ميدي ان تي في.